قريت عن الإلحاد؟ الإلحاد أكيد شو ما قريت عنه؟ طبعاً. تشدك هالمواضيع ها؟ مو كل المواضيع تشدني فيه. بس لازم تقرأ عشان تعرف هذول وين قاعد يفكرون. يعني راح تسوي دور ملحد إذا عرض عليك؟ شوفي بقول لك شيء. أنت بديتيها إنك أنت ترضى بالأدوار الجريئة. إذا أنا بسوي الملحد أنا بقول للملحد ليش ملحد؟ وليش قاعد يسوي كذي؟ ومن وراء هذا الفكر إنه يوصله كذي؟ ممكن أقدم كذي دور؟ ما يأثر ما تخاف شيء؟ الرقابة ترضى. إنزين ما تأثر فيك هالكتب يعني يمكن مرات تغير طريقة تفكيرك؟ لا لا صعب صعب. يعني ما أثر فيك مثلاً كتاب عن الإلحاد؟ ما أثر فيك كتاب عن الإلحاد بشخصيتك في طريقة تفكيرك معاملتك مع الناس؟ لا لا تخليني أكمل كلامي ولا ما تخليني أكمل كلامي. شكرا جزيلا. عفوا. أنا أقرأ الكتاب أول أيام بداياتي بالقراءة من تشوف كتاب تقرأ تؤمن بأن هذا الرأي هو الصحيح. بعد فترة من القراءات تبدأ تقول لا مو شرط رأي هذا الكاتب أو الدكتور اللي قال هذا الرأي في بحثه صحيح 100% لأن هناك آراء تتناقض تقنعك أكثر من رأيه هذا. بعدين تبدأ شو تسوي؟ تبدأ من قراءاتك المتتالية تكون وجهة نظر خاصة فيك أنت. بأكثر من لقاء من كم سنة أنت تنبأت بشيء اسمه المنصات وفعلا تحققت هالنبؤة لأن صار تجرعت. أنت بذمتك بس هالشيء أنا أقول لك أنا متنبأ بموضوع اللي هو السناب شات قبل الله يصير سناب. شلون؟ أنا قلت لهم تبون تطلعون فلوس ملايين يبون لكم أجروا لكم شقة أجروا لكم غرفة حطوا فيها كاميرات وقعد بس وقول دخول الفكرة تدفع عليها ملايين. أنت شو شي ما أعطي فكرة فري ما يعني كذي. أنا قلت من خلال هذا شوفي هذه فكرة القراءات الكثيرة مواكبة العصر استقراء ما يحدث عندهم في أوروبا وفي أمريكا بالصناعات. ناس واصلة باع طويل عليا ناس واصلة رايحة فوق يعني عندهم كل شيء لكل سؤال جواب وغيره. زين فتلاقينه أنا تنبأت بموضوع المنصات بأنها ستلغي المحطات حتى الحكومية لأن الآن الوقت أصبح شيء ثاني غير أصبح كل شيء مهيئ لي مثل ما أنا أبي. صح. مو أنا أنطر الساعة 9 عشان أشوف الأخبار. أخبار تجيني لي عندي الحين بس تثير البلبلة مو مجرد معاك يعني فقاعات. نعم تثير البلبلة ولكن على قولة بين قوسين يحوشك من الكذاب صدق كثير فالحين يعني تتأثر يعني في ناس بدأت تتأثر للأسف. أنت ما تتأثر؟ أنا ما أتابع أصلا السوشيال ميديا وصلت حتى عندي صديق ترى أتمنى أوصل مثله قلت له أنا أحسدك على فكرة على الموضوع هذا. ليش؟ لأن مسح أغلب البرامج ما عدا الواتساب عنده عشان يتواصل مع أصدقائه فقط أما كل البرامج السوشيال ميديا مسحها وهو أيضا إعلامي بس مسح